تدفعني أيضا. وسط تحديات ومخاطر جمة يتعرض لها العراق وشعبه وإزاء تطورات إقليمية ودولية، عقد مركز الرافدين للدراسات ندوة بعنوان في ظل الأزمات السياسية المستمرة العراق إلى أين؟ أجمع فيها المحاضران على فشل العملية السياسية ودخول العراق إلى المجهول، وعلى ضرورة توحد القوى الوطنية لمواجهة المحاصصة الطائفية وعملية تخريب العقل العراقي. مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق مثنى حارث الضاري أشار في بحثه إلى أن هناك توجها حثيثا لتخريب العقل العراقي. الآن في توجه لتخريب الثقافة، لتخريب العقل العراقي من خلال إشاعة نوع من النمط الاستهلاكي المبتذل الرخيص. الآن في غزو على العراق، ما شاء الله صار قبلة، بحيث العراق وصل إلى مرحلة بدأ يستقبل يعني نجوم الثقافة والفن كما يسمونهم. وطالب الضاري القوى الوطنية بصياغة خطة عمل جديدة للمرحلة المقبلة تقوم على أسس واقعية. القوى الوطنية المناهضة للاحتلال بحاجة ماسة لالتقاط هذه اللحظة التاريخية لصياغة خطة عمل جديدة لا تقوم على الاندماج والانصهار وغيره كما للأسف أقول بين قوسين يحلم البعض، ولا تقوم أيضا على أساس الكلام العام غير القائم على أسس واقعية على الأرض، ولا الشعارات والأمنيات والأحلام. من جانبه أكد الكاتب والباحث السياسي رافع الفلاحي أن جميع الأزمات السياسية التي يتعرض لها العراق هي بسبب العملية السياسية الحالية. كل الأزمات السياسية التي حصلت في العراق منشأ العملية السياسية التي بها خلل بنيوي من الأساس، بنيت على باطل وبنيت خطأ، وكان هذا الخطأ مقصود، يعني ليس خطأ مثل ما يقال، هو مقصود لكي يصل العراق إلى هذه الحالة. وأوضح الفلاحي أن العملية السياسية بناء سياسي فاشل وضعيف، بل مضر بالشعب العراقي. عملية سياسية كبناء فاشلة جدا ضعيفة، نفعيتها للناس الذين فيها فقط وللشعب عموم الشعب غير مجد النفعية، بالعكس ضرر كبير. وجمال هي قبيحة وبشعة ودمرت العراق طوال 19 سنة. يوما بعد آخر يتأكد للجميع أن العملية السياسية كانت جزءا من عملية تخريب العراق وتدميره، وهو ما أكدته الندوة. كما اتفق المحاضران على أن هذه العملية كانت نكبة على الشعب العراقي، وأن قوى الاحتلال تحرص على بقائها مهما كان الثمن، ليستمر العراق في أزماته وصراعاته ونهب ثرواته وخيراته.